السلام عليكم، انا جيجي. هعمل معاكم النهارده جوله في شنطتي. دي اول شنطه. الشنطه دي سواري شويه كده، بلبسها بعد الظهر. هي بتاع بعد الظهر يعني، هي مش سواري قوي. بتبقى جميله جدا على اللبس الاسود، بتبقى حلوه قوي عشان هي فضي كلها والقفل بتاعها بس هو اللي ذهبي. هي جميله، اللبس الاسود جدا، ومن جوه واسعه ومريحه قوي. من جوه واسعة، بتاخد حاجات كتير. الشنطة دي جايبها من عباس العقاد، بس مش فاكرة اسماء المحلات. ودي شنطة، دي ده برتفاي اسود قطيفة برضو. من كل الشنط اللي بتاعتي من عباس العقاد، بس انا مش عارفة اسماء المحلات، مش فاكراها. بحب انا قوي الشنط السوداء اللي ليها سلسلة ذهبية. ودي بقى بورتفاي صغير سواري، جايباه مش عارفه جايباه ليه، بمسكوش، ملوش عندي اي استخدام، بس اكيد هبقى استخدمه يعني، هو بس عجبني فجبته. دي برضو بورتفاي اسود فيرني، جلد طبيعي برضو، واسع جدا من جوه، بياخد حاجات كتير برضو. بس كل الشنط دي انا بمسكش فيهم يعني، كلهم مركونين، انا معلقه في شنطه واحده ما بمسكش غيرها، واكيد في ناس كتير زي كده. دي برضو جلد صغيره، دي ما بتاخدش حاجات كتير قوي، بس يعني عجبتني فجبتها. الشنطه دي جايبه منها ازرق وابيض وذهبي. الشنطه دي حلوه قوي وواسعه ومريحه جدا، حلوة قوي، مريحة وبتنفع في اي وقت. اه دي بقى فيرني سودا، جايبة اتنين تقريبا شبه بعض، الاختلاف كله في الايد بس. الذهبي دي الاتنين بسلسلة، والاختلاف بس الاتنين جلد اسود فيرني، جلد طبيعي، الاختلاف بس في الايد دي الذهبي، يعني نفس الديزاين تقريبا، عشان هو ده ذوقي يعني، بيعجبني الحاجات اللي عامله كده. اي شنطه سودا فيرنيوم ليها ايد ذهبي كده بحبها قوي، تعجبني جدا. ودي ساتان نبيتي، هي مش حمرا كده زي التصوير مفتح شويه. الشنطه دي نبيتي، دي بقى حلوه قوي برضو، سهله كده للصبح بلبسها، بتبقى بتاخد حاجات كتير قوي وبتبقى جميله يعني. ودي بقى شنط جايبها من الدو كلاب، الدو دي الثلاث شنط دول. انا جبت شنط من الدو كتير عندي، قشروا بعد شهرين كده من الاستخدام، قشروا مش عارفه ايه السبب، رغم انه بيبقى جلد طبيعي، بس مش عارفه بتقشر ليه. بس دي الشنط الوحيده اللي عندي ما قشرتش بتاعت الدو. شنطه سودا دي كبيره جدا، بقى بتاخد حاجات كتير قوي، وجلدها طري وجلدها حلو جدا، جلد طبيعي جميل جدا، كاجوال طبعا بلبسهم الصبح. دي بقى الشنطه المحببه عندي اللي ما بسيبهاش، هي دي المفضله عندي. دي فيرني كبيره، جلد طبيعي، بمسكها من الايد القصيره، ما بحبش احط شنطه في كتفي، بمسكها كده على ايدي، مريحه جدا واسعه جدا من جوه، وبحبها او بمسكش غيرها. دي بقى انا هوايتي الشنط، بحب الشنط جدا، وبحب اجيب شنط كتير يعني. المحل اللي جبت منه الشنطة دي والشنطة التانية عنده قسم كده بيبيع اكسسوارز، جبت منه العقدين دول، الازرق والاحمر، برضو العقد ده احمر مش اورنج كده. بس هو ده الفيديو بتاعنا النهاردة، وياريت لو الفيديو عجبك سبسكرايب ولايك، وميرسي ليكي، وباي باي.